نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. في افتتاح الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهة والأقاليم، الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس وتركيبة مكتب لجان القارة. وفي جلسة حوارية، وزير الاقتصاد والتخطيط يتوقع بلوغ نسبة نمو 1.3 خلال سنة 24 و2000. اعتماد تونس في تمويل ميزانية الدولة لسنة 25 و2000 على الموارد الذاتية محور قراءة في هذه النشرة. وفي العالم، أكثر من 40 شهيداً وعشرة الجرحى في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. واجتماع طارئ للجامعة العربية يبحث قرار حظر إسرائيل عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية. افتتح صباح اليوم رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد بودربلا أشغال الجلسة العامة الافتتاحية لأعمال الدورة البرلمانية للمجلس. نعمت سولي وكبت الجلسة ووفتنا بالمراسلة التالية. أعلن رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد الدربالي عن تركيبة المجلس الذي يضم رئيس المجلس ونائبيها وعشرة أعضاء. كما قدم أيضا أعضاء اللجان الست، وهي على التوالي: لجنة المالية والميزانية، لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، لجنة القطاعات الإنتاجية، لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد بودربالا أن أعضاء المجلس الوطني يدركون حجم المسؤولية، داعيا إياهم إلى مزيد العمل لطي صفحات عقود من المعاناة حسب تعبيره. وشدد عماد بودربالا على ضرورة التمسك بمسار 25 من جويليا باعتباره التزاما وطنيا ومبدأ لا بديل عنها. على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم موقف تونس الثابت بخصوص القضية الفلسطينية، منددا بالجرائم الصهيونية في غزة وجنوب لبنان. وفي مداخلته، توقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن تكون نسبة النمو خلال هذه السنة بحدود 1.3 مقابل 0.3 السنة الفارطة. ووفق وزير التخطيط، يعود تواضع نسبة النمو خلال سنوات 21 و2000 و22 و2000 إلى الصدمات الخارجية التي تعرضت لها تونس، في إشارة إلى جائحة كورونا والتوترات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية. وفي مداخلتهم، تساءل عدد من النواب عن جملة من المشاريع المعطلة بجهاتهم، مطالبين بالإسراع في إيجاد حل لها لإنهائها لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة. يذكر أنه سيتم تنظيم جلسة حوارية مسائية هذا اليوم مع وزير التربية نور الدين النوري. من مجلس الجهات والأقاليم، نعيمة سولي. نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال صباح اليوم الندوة السنوية الأولى للشركة الأهلية تحت عنوان الشركة الأهلية بين دورها في التنمية المحلية وصعوبات التمويل. هذه الندوة تهدف إلى التعريف ببيئة العمل الخاصة بهذه الشركات من خلال تبادل الخبرات والأفكار وبحث آليات الشراكة بين مختلف الجهات. القاضي والمختص في قانون الشركة الأهلية جمال بن نصر أوضح للزميلة تبر نعيمي خصوصية هذه الشركات. خصوصية الشركات الأهلية مثلا في أهدافها، هي جعلت لتحقيق منفعة اجتماعية ومنفعة عامة، وهي مبادرة عامة لا يمكن لشخص وحيد أن يؤسس لشركة أهلية. انقسم إلى نوعين: شركة أهلية محلية وشركة أهلية جهوية. الشركة الأهلية المحلية هي الشركة التي تتكون من مشاركين في معتمدية واحدة أو في معتمديتين أو أكثر متجاورين، لكن لا تشمل كامل الولاية. الشركة الجهوية هي شركة تتكون يا أما من كامل الولاية، ولا أسست لمزاولة نشاط في كامل الولاية. كذلك تتكون من شركات أهلية محلية، الفرق ما بيناتهم الاثنين كذلك في خصوص رأس المال. الأول يلزم أقل حاجة معناتها 10,000 دينار، في حين أن الشركة الجهوية رأس مالها 20,000 دينار حتى من خلال رأس مالها. وكذلك عدد المشاركين ما يلزمش يقل على 50 مشارك باش تكون استيعاب لأكثر الناس. مش ممكن لهم عمليا أنهم يأسسوا شركات يولوا مشاركين، وكذلك يمكن الجمع بين صفة العامل وكذلك صفة الشريك.
وتم خلال هذه الندوة عرض تجارب بعض الشركات في عدد من القطاعات الانتاجية على غرار الشركة الجهوية الأهلية بمنوب الباي المتخصصة في المجال الفلاحي. وتحدث عضو مجلس إدارتها راشد المجري عن أهم العراقيل التي اعترضتها في بداية أحداثها وآفاقها مستقبلاً. اختصاص الشركة الأهلية الجهوية منوب البي هو حسب الخصوصيات المنطقة، بمعنى منطقة فلاحية هي في المجال الفلاحي نحكي فلاحة مندمجة. احنا كنا 13 مؤسس، فينا المختصين في المجال الفلاحي وفينا المختصين في المجال القانوني، كبار وصغار ونساء ورجال. اكبر مشاكل انه عدم ادراك المسؤولين سواء محليين جهويين او مركزيين للقانون الخاص بالشركات الاهليه. لقينا عدم تجاوب وتعريف بالكونسيبت الجديد تاع الشركات الاهليه بالنسبه للاهالي، خاطر لهنا منوبه تضم 8 معتمديات. خذينا احنا ريليف نتاع الدوله وقمنا بجلسات اخباريه للتعريف بالقانون الخاص بالشركات الاهليه. حاليا قاعدين نقدم بعد حتى تغيير عدة تشريعات مع تمكين الشركات الأهلية من الأراضي، على خاطر هنا نحكي على 58% من جملة الشركات الأهلية هي شركات أهلية فلاحية. كشفت أرقام ميزانية الدولة لسنة 25 و2000 أن تونس تواصل الاعتماد على مواردها الذاتية في تعبئة خزينة الدولة. سبل نجاح هذه السياسة محور ورقة من إعداد سامي العرفاوي. مواصلة الاعتماد على سياسة التعويل على الموارد الذاتية مثلت العنوان الأكبر لميزانية الدولة لسنة 25 و2000. هذه السياسة استغلتها تونس كآلية بديلة لمقاومة التحديات الاقتصادية والمالية على غرار الدين العام وإكراهات صندوق النقد الدولي. ووفق أرقام ميزانية الدولة لسنة 25 و2000 فإن الدولة التونسية ستعتمد على الاقتراض الداخلي بما قيمته 21.8 مليار دينار بنسبة تساوي 78.3%. أستاذ التعليم العالي المتخصص في العلوم الاقتصادية وتقييم السياسات العمومية معز السوسي أكد أن هذا المنوال قادر على تحقيق أهدافه بشرط إرجاع نسق النمو وترشيد نفقات الدولة. ولن نعتقد لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي، نجموش نحكم قطعا على مدى تأثير هذا الخيار. هناك خيار سيادي لازمنا نعرفه، اللي كل خيار عنده تأثيرات جانبية. يمكن لو كان احنا ننجح في ارجاع نسق النمو بوتيره محترمه، يعني 3-4%، وترشيد نفقات الدوله والتصرف الحكيم في ميزانيه الدوله، ينجم يكون الخيار هذا ناجح ونعطيه كذلك بعد يعني فيه اكثر استقلاليه في خياراتنا وتوجهاتنا. وفي ظل الانكماش الاقتصادي والمالي العالميين تختلف التوجهات العامه للدول في تعبئه موارد ميزانيه، وتونس اختارت التوجه إلى الاعتماد على مواردها الذاتية في إطار توجه عام للدولة يقوم على السيادة الوطنية. المدن المستدامة مفهوم جديد فرضته التغيرات المناخية، وباتت هذه المدن ضرورة ملحة تستدعي إعادة النظر في التخطيط العمراني. كوثر العرقوبي والتقرير التالي. المدن المستدامة هي مدن تسعى إلى توفير ظروف سكنية لائقة ومتناسقة مع كل ما توفره الطبيعة من مواد قابلة للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية. فما هو حال مدننا في تونس؟ سؤال يجيب عليه المتخصص في التنمية والموارد حسين الرحيلي. ما زالت مدننا مختنقة، ما زالت مدننا وما زالت البناءات البلورية في مناطق حارة منتشرة، خاصة البناءات نتاع النزل والإدارات، وهو متناقض جذريا مع طبيعة المناخ وارتفاع درجات الحرارة مع المشكل الطاقي اللي عندنا، لأنه هذه البناءات البلورية لا تحترم خصوصيات المنطقة والتحولات المناخية. مرتفعات كبيرة درجات الحرارة تتطلب طاقة كبيرة للتبريد وطاقة كبيرة للتسخين. وتساعد المدن الخضراء في تخفيف أثر التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على مصادر للطاقة المتجددة، يقول الخبير في الاتصال البيئي حافظ الهنتاتي. عندما نقول زاد المدن الخضراء نقول زاد راسكلة النفايات، مما يساعد على الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية. الشيء الآخر هو مدن مستدامة فيها نقل مستدام، لا ركوب الدراجات، تحسين النقل العام، عدم استعمال السيارات الخاصة بشكل كبير، مش يخفف من الازدحام المروري اللي نعيشوه. وإعادة النظر في التخطيط العمراني مدخل أساسي نحو إنشاء مدن خضراء، يضيف الهنتاتي. التخطيط
الأمراني للمدن الخضراء تخطيط أفقي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار كل القطاعات الأخرى. لما خدت نخلي قضية النقل، قضية الطاقة البديلة، لابد أن ندخل هذه النظرة الجديدة للتخطيط الأمراني حتى تستجيب المدن بتاعنا لهذه المقاومات، وأيضا حتى نقوي جنودها على مستوى التغيرات المناخية. هذا وقد تكون التكنولوجيا والرقمنة حلا آخر في تحقيق مدن مستدامة مبتكرة وصديقة للبيئة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. إلى أخبار العالم الآن. وفي إطار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال صباح اليوم مستلزمات طبية في مستشفى كمال عدوان تم تسلمها قبل خمسة أيام من منظمة الصحة العالمية. تصعيد خطير يكرس العدوان الصهيوني المتواصل على المساعدات الإنسانية لفائدة المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة بشكل يقتضي حلولا دولية عاجلة حماية هذه المساعدات. تقرير نجي بن جنات. لم يمضي أكثر من خمسة أيام على تسلم مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية لفائدة مستشفى كمال عدوان حتى كان مآلها التدمير بفعل قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم المستشفى الذي يشهد هجمة صهيونية متواصلة فاقمت أوضاعه المأساوية. هذا العدوان الصهيوني المتجدد يؤكد الحاجة إلى حماية هذه المساعدات الدولية عبر إقرار خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المستشفيات الفلسطينية المنكوبة، إذ ما قيمة المساعدات الدولية إذا لم تحظى بالحماية اللازمة. من الخليل تحدث لقسم الأخبار المحلل الفلسطيني عادل شريدة. طالما أنه أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم لا قيمة لحياة وأرواح الأطفال الفلسطينيين والنساء والشيوخ، بالتالي لا يمكن أن يقوم بفعل أي شيء اتجاه المواد والمساعدات التي تدخل. هذا يشعر إسرائيل أنها فوق المساءلة، بالتالي كما تقتل الإنسان تقتل المساعدات وتضربها. تدمير مساعدات منظمة الصحة العالمية جزء من استهداف المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومظهر بشع من مظاهر حرب الإبادة الصهيونية التي عجز العالم إلى حد الآن عن وضع حد لها رغم نتائجها الكارثية. كما كثف الاحتلال الصهيوني اليوم وفي اليوم 91 بعد 103 من عدوانه على غزة قصفه لشمال القطاع المحاصر وخاصة بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات وفق مصادر طبية في غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين في عملية توغل واسعة نفذتها قوات الاحتلال اليوم في مخيمي طول كرم ونور شمس، وخلف فدمارا واسعا بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين. كما عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم نور شمس، وذلك بعد يومين من إقرار الكنيسة الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي ذلك فيما يبحث اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين دائمين اليوم في القاهرة الرد العربية المشترك على قرار الكنيسة حظر عمل الأونروا. على الجبهة اللبنانية استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح اليوم في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة إسعاف ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين. وأصدر جيش الاحتلال اليوم ولليوم الثاني على التوالي أمرا بالإخلاء لسكان مدينة بعلبك اللبنانية والمناطق المحيطة بها، كما أنذر أهالي 10 قرى في جنوب البلاد بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي تمهيدا لقصف المنطقة. في الأثناء تتواصل المواجهات عنيفة بين عناصر حزب الله وقوات الاحتلال المتوغلة في بلدة الخيام الجنوبية، كما يواصل الحزب استهداف مستوطنات ومواقع وتجمعات تابعة للعدو الصهيوني. ووفق وسائل إعلام عبرية
قتل 5 أشخاص إثر سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في المطلة بالجليل الأعلى بعد أن فشلت منظومات الدفاع الصهيوني في اعتراضها. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. افتتاح الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهة والأقاليم الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس وتركيبة مكتب اللجان القارة. وفي جلسة حوارية وزير الاقتصاد والتخطيط يتوقع بلوغ نسبة نمو 1.3 خلال سنة 24 و2000. اعتماد تونس في تمويل ميزانية الدولة لسنة 25 و2000 على الموارد الذاتية محور قراءة في هذه النشرة. وفي العالم أكثر من 40 شهيدا وعشرة الجرحى في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة، واجتماع طارئ للجامعة العربية يبحث قرار حظر إسرائيل عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.